الناس المشاهدين الكرام، انا امام واحد الفاجعه كبيره اللي وصلت للحي محمد للمشروع مجموعه الخوخ بالضبط المدخل 2 رقم الدار 23 واللي فوق منها 43. يعني استاذ السبب ناتج كما كتشوفوا معنا ناتج انبوبه ديال الغاز. كما كنقولوا احنا بوطه صغيره، احنا ما نبداوش نشكلوا في الهضره، بوطه صغيره ما هذيك قنبوله بلا ارهاب اساسي، قنبوله بلا ارهاب، بلا ما تستعمل لا ارهابيين لا والو، قنبوله مات فيها جوج الناس، مات السيد مول الدار كما كتشوفوا هانتوما الدار، انا وليت خايف طيح عاوتاني، ودار فوق منها محروقه، انا كنت مريح من الدار ما عليا ما بياش سمعت بوك، ملي سمعت هذيك بوك تخلعت، ملي بغيت نشوف كيبان لي الناس والسيد هنا منشور مدورين عليه فوطاو، كي تخلعت انا وبات لي العافيه. صافي انا تخلعت شغل كنقول وقع لها شي حادث بالارهاب، شي دابا كنسمع لا راه البوطه راه ماشي شي حاجه راه البوطه، وراه كنتمنى من الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا وحال الاوضاع ديالنا. احنا راه شعوب بساط، ماشي بساط، احنا وناس بساط كما كنقولوا، احنا ما باغيين والو، ما باغيين الحمايه والوقايه، ما كنطلبوا حتى شي حاجه اخرى، احنا طالبين من الناس شي حاجه، احنا البوطه صغيره ما بقيناش باغيين، خرجوا لنا شي حاجه احسن من البوطه صغيره، كاينين الريشوه نديرهم ثمن اوفر، نديروا لهم شي حاجه رخيصه. هاد البوطه انتم عارفينها كارثه وعاله على المجتمع، هادشي دابا هاد السبب هو توفوا فيه جوج الناس، وهذيك النهار ديجا عاوتاني ماتت واحد السيده هي وليداتها. راه بوطه صغيره يعني راه مشاكل بزاف، خاصنا نحدوا من الظاهره ديال البوطات الصغار ونشوفوا شي وسيله احسن. انا ما كرهتش حيدوها لنا، حنا نطيبوها بالضو بالميكرو، وحق الله على هاد الاسباب اللي كتشوف، الا كدورت الكاميرا غتشوف معنا دار ما كايناش كومبلي، انا وليت واقف دابا وخايف النص الاخر حتى هو يطيح، وهاد الناس راه كاينين ضحايا خويا. الناس واحد عنده 55 سنة كان مار، كيما تقدر تكون دايز من هنايا ووقع شي مشكل تما هو كيدايز غادي عند وليداتو، خدام من 7 ديال الصباح جاي بغى يشوف وليداتو مع الخمسة، دايز من الزنقة تطلع عليه الطرف ديال الحيط، طلع عليه الطرف ديال الحيط اخويا راه مات مسكين، دق بطله اخويا مات ديك الساعة، والسيد اللي انفجرت عليه البوطة راه مسكين وقع واحد الضغط راه تا هو باقي اللحم ديالو راه باقي شي منايا. الله يشوف من حاله وحال وليداتو، الله يرحمهم هاد الناس أم أجمعين يا رب ترحمهم. اليوم واحد الانفجار اللي كان قوي هنا في مدينة الدار البيضاء بالحي محمدي مشروع حسن الثاني قرب محمد سبيطار محمد الخامس، اللي كما كنشوفوا هذا الانفجار يعني كان قوي بزاف لأول مرة كانت في التاريخ في هذا المشروع ديال حسن الثاني. الناس اللي قالوا الناس اللي في الشقة راه توفاو، الحمد لله الوليدات راه ما وقع لهم والو، كنظن شخص واحد اللي كان في هذا المنزل هذا هو اللي توصل دابا حاليا في لوبيطال ديال محمد الخامس، وحاليا حنا خويا الدور ديالنا اللي كان هو السيد اللي كان كيراقب المشهد ديال الانفجار، كنظن لقيت اللي كان كيعلن الناس على قبل الانفجار، لقيت اللي وقع الانفجار ضرب في الراس، طار هذيك الشظايا ديالو، ضرب في الراس ديالو يعني طار المخ ديالو، وانتما كما كتشوف يعني حاولنا المخ ديالو نديروا فيه العافيه وهذاك الشيء. حسم على الناس اللي كيتابعوا الشعواده الله يسمح لهم، حاولنا نبعدوا الناس اللي كيقرب هذاك الشيء، وكنشكروا الوقايه المدنيه وكنشكروا الصحافه على هذا المجهود وعلى وكنشكروا الشرطه اللي داروا واحد المجهود بزاف، وكنشكروا الدراري ديال الحي المحمدي بزاف يعني داروا واحد المجهود اللي بزاف قبل ما يجي كاع الوقايه تبارك الله عليهم، يعني شنقول لك داروا واحد المجهود اللي بزاف بزاف يعني هذا هو. والنصيحه اللي كنوصي الناس امهات والاباء كنوصيهم على بالليل بنهار يحاولوا يسدوا البوطات، يسالم المطبخ ديالو، يسد البوطات، يراقب البوطه ديالو، يراقب الدراري الصغار ديالو. وراه هذا المشهد اخويا نكذب عليك، هذا المشهد ما غريبش علينا، كما كتشوف هذا المشهد هذا يعني بزاف الناس عاشوا هذا المشهد في حي في كريانات، عاشوا بزاف حوايج، غير هذا الانفجار اللي كان قوي بهذه الطريقه هذه خلات الساكنه يعني مزروع في هذا الخوف ديالها. وش ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.